أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. محمد بن سلمان يصل تونس قادما من القاهرة وسط غضب شعبي واستقبال وحفاوة رسمية. بعد استماعه لتسجيلات اغتيال خاشقجي، وزير الخارجية التركي يقول إنه لا يصدق أن القاتلين ارتكبوا الجريمة من تلقاء أنفسهم. وتعليقا على إفراج الإمارات عن باحث بريطاني اعتقل فيها بتهمة التجسس، مدونون يغردون العفو لا يأتي إلا بالعين الحمراء. وأخيرا ناسا تحتفل بهبوط مسبار إنسايت على المريخ وإرساله أولى الصور إلى الأرض. كل هذا وأكثر في هاشتاج، فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر. وننوه مشاهدينا إلى أن هذه الحلقة تبث مباشرة عبر حسابي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر. وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا في اختيار موضوعات الحلقة والتعليق عليها، فشاركونا. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم إلى العاصمة التونسية قادما في زيارة رسمية من القاهرة وسط رفض شعبي تونسي لزيارة واستقبال رسمي من الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث تظاهر تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم للزيارة التي اعتبروها تمس بكرامة الثورة التونسية وتهدف لغسل سمعة ولي العهد من اغتيال خاشقجي. هذا وكان حقوقيون قد طالبوا بإلغاء الزيارة متهمين بن سلمان بالتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن. وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي عبرت نقابة الصحفيين عن استهجانها لزيارة ولي العهد السعودي كونه يمثل خطرا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم وعدوا حقيقيا لحرية التعبير، معتبرة الزيارة اعتداء صارخا على مبادئ الثورة. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي خلال زيارته بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وتعليقا على وصول محمد بن سلمان لتونس العاصمة، غرد رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال السلطان ناقلا عن وكالة الأناضول قوله: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل إلى تونس وسط تكتم على برنامج الزيارة. لم يحدث أبدا منذ نشأة السعودية أن تتسلل قيادتها في جنح الظلام لعاصمة عربية تلمسا لاستعادة شرعيتها الدولية المتآكلة. وكتب كذلك البرلماني المصري السابق محمد الصغير قائلا: قام محمد بن سلمان بجولة داخلية حرص فيها على التقاط صور مرتبة مع الأطفال لإبراز عفوية مصطنعة وبراءة متكلفة، وأخرى خارجية إلى نظرائه سعيا لصرف الأنظار قليلا عن جريمة جمال خاشقجي، ولكن بعد انتهاء جولته سيرجع ليجد نفس السؤال ما زال في انتظاره: من الذي أمر بقتل جمال وأين ذهبت جثته؟ ودون أسامة جويش قائلا: ستظل شوارع تونس التي شهدت على اندلاع شرارة الثورة شاهدة على إهانة قاتل الأطفال في اليمن والآمر بقتل جمال خاشقجي، فلا أهلا ولا مرحبا بالسيد منشار العظم محمد بن سلمان. وحول زيارة بن سلمان للقاهرة كتب أستاذ العلوم السياسية المصري سيف الدين عبد الفتاح قائلا: بعد أن نفضه العالم لم يجد المنشار القاتل الحفاوة إلا من سفاح مثله. زيارة المنشار عار ذلك الوسم المنتشر منذ أمس. في حين كتب رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي منشورا عبر صفحته على فيسبوك قال فيها: زيارة محمد بن سلمان المرتقبة إلى بلادنا إهانة للشعب التونسي وثورته التي قامت على قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وهي وصمة عار على جبين كل من دعاه أو رضي باستقباله. فمحمد بن سلمان بما أتاه من تعد صارخ على كل القيم الإسلامية الإنسانية في بلاده وخارجها، وآخرها جريمة قتل أو التمثيل بالصحفي جمال خاشقجي، يحتم علينا إعلان عدم قبوله على أرض تونس الثورة، فلا أهلا ولا سهلا به.
دعونا إذا نشاهد بعض الصور التي تم تداولها من التظاهرات التونسية الرافضة لزيارة بن سلمان، فلنتابع. قالت منظمة Human Rights Watch أن السلطات القضائية في الأرجنتين تدرس طلبا قدمته المنظمة لتحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي. وذكرت المنظمة أنه يجب التحقيق في الادعاءات المنسوبة لولي العهد الذي من المقرر أن يحضر قمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع في بيونس أيرس. وقالت صحف محلية أن أحد القضاة وجه النيابة لتحديد ما إذا كان من الممكن توجيه اتهام دولي أو لولي العهد بالقتل في الأرجنتين. وتعليقا على الدعوة القضائية، غرد كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة Human Rights Watch قائلا: لا مزيد من الإفلات من العقاب بسبب قصف المدنيين اليمنيين وحصارهم. هذه هي الرسالة التي أرسلها مكتب مراقبة حقوق الإنسان إلى المدعي العام الأرجنتيني والذي يدرس الآن تحقيقا في جرائم حرب إذا قرر ولي العهد السعودي حضور قمة مجموعة الـ20. وإلى تطورات قضية جمال خاشقجي، حيث تصريحات وزير الخارجية التركي مولودو تشاوش أوغلو والذي أكد فيها أن أنقرة لا تصدق أن المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم. وقال أوغلو في تصريحات لصحيفة ألمانية: هؤلاء ما كانوا ليتجرؤوا على فعل هذا الأمر بدون أوامر، وطبعي أنا لا أتحدث بدون دليل. وتابع وزير الخارجية التركي موضحا: استمعت للتسجيلات، خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق وصوت خبير الطب الشرعي يسمع وهو يعطي الأوامر، وعند تقطيع الجثة كان يستمع إلى الموسيقى، ويفهم من هذا أنه استمتع بفعلته، إنهم أناس يحبون التقطيع. في حين أشار أوغلو إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس على هامش قمة الـ20، ورد عليه أردوغان بالقول: سنرى. وتعليقنا على الأمر، غرد المعارض السعودي المقيم في الخارج عمر بن عبد العزيز قائلا: جريمة خاشقجي لن تكون حدثا عابرا، بل ستبقى وصمة عار تلاحق المتورطين فيها بكل مكان وزمان، والجرم لا يسقط بالتقادم. ليؤيده حساب باسم الحقيقة، العار سيلحق كل المتورطين والشعب الخاضع أيضا. من ارتضى السكوت اليوم على ما حدث في الشهيد جمال خاشقجي وما حدث في تعذيب الناشطات لن يأمن أن يكون الدور عليه غدا. وكتب حساب باسم مستشار الأمير محمد بن نايف وزير الخارجية التركي يقول: كانوا يعتقدون بأن لا أحد يستطيع أن يفعل معهم شيئا، بدعوى أن القنصلية السعودية التي ذهب إليها خاشقجي للحصول على وثيقة تعد أرضا سعودية. في كلامه هذا التهكم واستهزاء واضح من مصدر الأمر ومن المنفذ. أراد أن يقول: ظنوا بغبائهم أن لا أحد يستطيع أن يحاسبهم. وكتب عبد الله ناصر الثاني قائلا: تشاوش أوغلو، الأشخاص الذين قتلوا أو الذين قتلوا خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، وأنا لا أتحدث من دون دليل، متأكدين من ذلك لأنكم دولة وليست عصابة، ونعلم أن رأس الجثة
في الرياض يشبع غريزته السادية به. ليتساءل فيصل القاسم وقائلا: هل ما يحدث للسعودية الآن هو أزمة عابرة بسبب اغتيال خاشقجي يا ترى، أم هو جزء من لعبة الربيع العربي وأن الدور السعودي القديم انتهى ومطلوب الآن دور جديد للسعودية؟ التصريحات ترامب الزلزالية التي تكشف القناع عن النظام السعودي هي مجرد تصريحات عابرة أم أنها مقدمة للزلزال القادم؟ ويرى حساب مفتاح قائلا أو حساب مفتاح السعودي قائلا: إن مماطلة السعودية في الإفصاح عن مصير خاشقجي أو مصير جثة خاشقجي وعزم الأتراك على الكشف عن مصيرها يدل إلى ثلاثة أمور: أولا، كشف مصير الجثة قد يؤدي إلى توريط بن سلمان أكثر. ثانيا، هناك سيناريو غير متوقع ومروع عن مصير الجثة. ثالثا، المماطلة السعودية دليل قاطع بأن عملية القتل يرعاها النظام السعودي إلى هذه اللحظة. وكتب أستاذ العلوم السياسية محمد المختار الشنقيطي قائلا: رغم ضرورة الإبقاء على العلاقات السعودية التركية، أعتقد أن قبول الرئيس أردوغان اللقاء مع محمد بن سلمان في هذه الظروف سيكون خطأ استراتيجيا فادحا وستكون له آثار سيئة على تركيا، أقلها تحول قيادتها في الإعلام العالمي إلى متواطئة في التستر على جريمة. أخيرا، دعونا نشاهد بعض الصور التي تم تداولها تعليقا على هذا الموضوع فلنتابع. وإلى الإمارات، حيث انتشرت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخاصة الخليج على القرار الإماراتي بالعفو عن البريطاني ماثيو هيدجز. وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي وأعاد التأكيد على أن السلطات لا تزال تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا، ولكنها قالت إنها عفت عنه. بينما قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن الحكومة لم تطلع على أي دليل يثبت صحة اتهامه بالتجسس. حول هذا الموضوع دعونا نتابع هذا الفيديو للمزيد. كلمتي لا ممكن تندل الأرض أبداً. حنفي خلاص هتندل المرة دي.
ضمن بهذا الفيديو الساخر. تعليقا على الأمر، نعود مرة أخرى للتغريدة التي كتبها أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله، والتي قال فيها أن الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن الطالب البريطاني ماثيو هيكس، والذي اعترف أنه قام بنشاطات تجسسية لصالح الاستخبارات البريطانية وصدر عليه الحكم بالسجن المؤبد. ثم التمس العفو من رئيس الدولة. وزير خارجية بريطانيا يشكر الإمارات، مبروك ماثيو الذي يستطيع العودة لأهله فورا. ليرد عليه بوغانم قائلا، الإمارات لا تستطيع مواجهة بريطانيا دوليا، وهذه حقيقة. بريطانيا لو تفتح ملف واحد من ملفات الفضائح الأمنية أو فضائح غسيل الأموال الإماراتية أو ملف الاغتيالات الإماراتية، بتروح على محمد بن زايد 10-0. لا تنسى أن بن زايد يطمع برئاسة الإمارات، ويجب أن توافق عليه الملكة إليزابيث. وتساءل عبد الله صالح قائلا، أليس الأولى والأوجب الإفراج عن معتقلي الإمارات المعتقلين لسنوات بلا محاكمة عادلة علنية؟ ما الذي أجبر الإمارات على الإفراج عن ماثيو هيكس بعد 5 أيام بينما استمروا في اعتقال العشرات من معتقلي الإمارات؟ إنه الجواز البريطاني، الباسبور البريطاني، وأعز وأغلى من الإماراتي. وكتب الكاتب الصحفي القطري جابر الحرمي قائلا، خضوع إماراتي سريع للعين الحمراء البريطانية، إصدار عفو عن باحث أكاديمي بريطاني بعد أقل من أسبوع على حكم عليه بالسجن المؤبد. السيادة وحكم القانون واستقلالية القضاء، أين كل هذه الأشياء؟ أضاف الحرمي، أحرار الإمارات من الأكاديميين والباحثين والمحامين الذين يقبعون خلف قصبان سجون أبو ظبي ظلما منذ سنوات، وسجن الرزين سيء السمعة شاهد على ذلك. أين العفو الرئاسي عنهم وهم الأبرياء في بلدة وزارة السعادة؟ أم أن العفو لا يأتي إلا بالعين الحمراء كما وفعلت بريطانيا؟ أخيرا كتب الحقوقي الأردني فادي القاضي قائلا، أصدرت الإمارات اليوم عفوا رئاسيا فوريا على البريطاني ماثيو هيكس المدان بالتجسس لصالح بريطانيا والمحكوم مؤبد. الصحفي الأردني تيسير النجار أمضى 34 شهرا مسجونا بتهمة الإساءة للإمارات، قاربت محكوميته الانتهاء، لكنه لا يملك من غرامة 500,000 درهم شيئا. بخس سعرنا لدى حكوماتنا. هذه الحلقة مستمرة مشاهدينا معكم على الهواء مباشرة عبر حسابي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.